اهلا بحضراتكم من جديد، ونبدا حوارنا مع ضيفنا اللي موجود معانا واحد الصفقات الهامه جدا والحديثه اليو ديانج. اليو، في البدايه عايز اعرف كواليس انتقالك للنادي الاهلي، وازاي كانت المفاوضات، وهل المفاوضات اخذت وقت علشان يتم اتفاق بينك وبين النادي الاهلي؟ Oui, bien sûr, les négociations ont pris bien longtemps. Donc, avec طبعا الكواليس اخذت وقت طويل، وكان في وقت كان في وقت طويل اخذناه في المفاوضات، ولكن في الاخر ادت طبعا لانتقالي للنادي الاهلي. اليو، اكيد عايز اعرف منك ايضا الكواليس في اهتمام النادي الاهلي بيك. اكيد النادي الاهلي لما بيتابع لاعب بيكون بيتابعه على اسس فنيه وعلى اسس احترافيه، بيتم اختيار عليها معايير اللاعب علشان يكون موجود في النادي الاهلي. لكن في البدايه لما انت استقبلت خبر اهتمام النادي الاهلي بيك، عايز اعرف انطباعك، وهل كنت مبسوط ان النادي الاهلي النادي الاعظم والاكبر في مصر وفي افريقيا مهتم بيك وعايز يتعاقد معاك؟ Oui, je disais, donc, même si mon objectif principal c'était. بالرغم من كان امنيتي الذهاب الى اللعب في اوروبا، ولكن طبعا لعبي في النادي الاهلي كانت فرصه ما بتجيش لاي حد، ما بتجيش لاي لاعب افريقي، وبالتالي لازم استغل الفرصه الكبيره دي واني ادي مجهودي 100% لاثبت ان انا لا استحق اللعب في النادي الاهلي.